أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. قنديلنا لهذا اليوم كاتب وروائي سوري غيبه الموت منذ أيام. الكاتب والروائي حنا مينا وافته المنية قبل أيام، وترك لنا أعمالا كثيرة من الروايات والقصص والمقالات، أبرزها الشراع والعاصفة، نهاية رجل الشجاع، وحارة الشحاذين، وغيرها من الروايات. عن عمر 94 عاما تداول مثقفون سوريين وعرب منذ وفاته وصية سابقة له كان قد كتبها عام 2008 لزوجته وعائلته، جاء فيها: أنا حنا بن سليم حنا مينا والدتي مريانا ميخائيل زكور من مواليد اللاذقية عام 1924، أكتب وصيتي وأنا بكامل قواي العقلية، وقد عمرت طويلا حتى صرت أخشى ألا أموت بعد أن شبعت من الدنيا، مع يقيني أنه لكل أجل كتاب. وأضاف حنامينا: لقد كنت سعيدا جدا في حياتي، فمنذ أبصرت عيناي النور وأنا منذور للشقاء، وفي قلب الشقاء حاربت الشقاء وانتصرت عليه، وهذه نعمة الله ومكافأة، إني لمن الشاكرين. وعن وفاته كتب: عندما ألفظ النفس الأخير أأمل وأشدد على هذه الكلمة ألا يذاع خبر موتي في أي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية، فقد كنت بسيطا في حياتي وأرغب أن أكون بسيطا في مماتي، وليس لي أهل، لأن أهلي جميعا لم يعرفوا من أنا في حياتي، وهذا أفضل. لذلك ليس من الإنصاف في شيء أن يتحسروا علي عندما يعرفونني بعد مغادرتي هذه الفانية. أما عن حياته وإبداعاته فكتب: كل ما فعلته في حياتي معروف، وهو أداء واجبي تجاه وطني وشعبي، وقد كرست كل كلماتي لأجل هدف واحد: نصرة الفقراء والبؤساء والمعذبين في الأرض. وبعد أن ناضلت بجسدي في سبيل هذا الهدف وبدأت الكتابة في 40 من عمري، شرعت قلمي لأجل الهدف ذاته ولم أزل. وأضاف مينا: لا عتب ولا عتاب، ولست ذاكرهما هنا إلا للضرورة، فقد اعتمدت عمري كله لا على الحظ بل على الساعة، فيدي وحدها وبمفردها صفقت، وأني لا أشكر هذا اليد، ففي الشكر تدوم النعم. وعن جنازته أعتذر للجميع، أقرباء وأصدقاء رفاق وقراء، إذا طلبت منهم أن يدعوا نعشي محمولا من بيتي إلى عربة الموت على أكتافي 4 أشخاص مأجورين من دائرة دفن الموتى. وبعد إهالة التراب علي في أي قبر متاح، ينفض الجميع أيديهم ويعودون إلى بيوتهم، فقد انتهى الحفل وأغلقت الدائرة. وأردف يقول: لا حزن لا بكاء، لا لباس أسود، لا للتعزيات بأي شكل ومن أي نوع في البيت أو خارجه. ثم: وهذا هو الأهم وأشدد، لا حفلة تأبين، فالذي سيقال بعد موتي سمعته في حياتي، وهذا التأبين وكما جرت العادات منكر منفر مسيئة إلي، أستغيث بكم جميعا أن تريحوا عظامي منها. وعن أملاكه: كل ما أملك في دمشق واللاذقية يتصرف به من يدعون أنهم أهلي، ولهم الحرية في توزيع بعضه على الفقراء الأحباء الذين كنت منهم وكانوا مني، وكنا على نسب هو الأغلى والأثمن الأكرم عندي. وانتهى إلى القول: زوجتي العزيزة مريم دميان، سمعان وصيتي عند من يصلون لراحة نفسي، لها الحق
لو كانت لديها إمكانية دعي هذا الحق أن تتصرف بكامل أرثي، أما بيتي في اللاذقية وكل ما فيه فهو لها ومطوب باسمها، فلا يباع إلا بعد عودتها إلى العدم الذي خرجت هي وخرجت أنا منه ثم عدنا إليه. وفي إحدى حواراته يقول حنامينا: لقد فكرت منذ قرأت عمر الفاخور في الأربعينات كيف يكون الأديب من لحم ودم وليس من حبر وورق، وأدركت ألا شيء يجعل الأديب حيا مثل أن يباشر الأحياء ويخرج من وحدته البدلورية التي لا تتيح سوى السقم والأشباح، وأن التجربة بأوسع وأعمق معانيها بكل أخلاقيتها ولا أخلاقيتها هي التي تكسو هيكل الأديب باللحم، وهي التي تجعل الدم يجري في شرايينه، وبذلك تؤهله لأن يكون خالقا حيا يخلق شخوصا أحياء يعيشون بيننا ويتنفسون هواءنا ويكونون صورة عناء، حتى إذا عايشناهم في الكتب قلنا هؤلاء هم نحن. ولد حنامينا في اللاذقية عام 1924، والدته اسمها مريانا ميخائيل زكور، وقد رزقت بثلاث بنات كنا بالنسبة لذلك الزمان ثلاث مصائب عانت منهن الكثير الكثير، فالوسط الفقير إلى حد التعاسة كان يشكل عقلية سلفية بالغة القسوة، وقد تعاون هذا الوسط وما فيه من ظلم لزوية القربة على إذلال الوالدة باتهامها إنها لا تلد إلا البنات، وكان المطلوب أن تلد المرأة الصبيانة وفي الأقل الأقل أن تلد صبيا بعد بنت، لكن القدر شاء أن تحمل وتلد البنات الثلاثة بالتتابع، الأمر الذي كان يحمل إليها مرارة الشقاء بالتتابع أيضا، وهكذا إلى أن أتى حنا في الحمل الرابع وبكيت والدته فيه من الفرح بينما كانت قبل ذلك تبكي من الحزن، وهكذا بعد طول انتظار وطول معاناة أتت هذه المنحة مهددة بالأمراض والخوف عليه منها، ثم الدعاء إلى الله في أن يعيش حتى لا تعيش الوالدة في الخيبة من جديد، وكان الموت والحياة يحومان حول فراش حنا الذي كان طراحة على حصير في بيت فقير إلى حد البؤس الحقيقي، لقد كان شمعة تنوس ذبالتها في مهب ريح المرض، وكانت الوالدة تسأل الله وتنذر النذور وتبتهل بكل ما في الابتهال من ضراعة ألا تنطفئ الشمعة التي كانها، وشاء الله أن يعيش حنا في قلب الخطر، وهذا الخطر لازمه حتى الشباب، وعندما تحول من خطر الموت إلى خطر الضياع في السجون والمنافي، وهذه التي أبكتها بكاء مضاعفا خشية ألا تراه وهو يعطي نفسه للعذاب في سبيل ما كان يسميه التحرر من الاستعمار الفرنسي وتحقيق العدالة الاجتماعية. تعين على الطفل الذي جاء إلى الدنيا أن يهاجر مع عائلته من اللاذقية إلى مدينة السويدية في لواء اسكندرونة، ثم هاجرت إلى الاسكندرونة وثم إلى الريف، وبعدها عودة إلى الاسكندرونة نفسها حيث عاش طفولته في حي المستنقع في السابعة من عمره المدرسة، وينال الابتدائية عام 1936 ويوقف دراسته، ذلك أنه لم يكن بالإمكان إرساله لمتابعة تعليمه، فبالكاد كان لديه صندل ينتعله شتاء فيما يمضي شهور الصيف هافيا، فالأب كان ثم حمالا في المرفأ وأحيانا بائعا للحلوى أو أجيرا في بستان، وكثيرا ما كان يترك عائلته ويرحل بحثا عن عمل، لتبقى الأم تعاني مع أطفالها من الخوف والجوع، وما اضطر حنا للعمل في سن مبكرة. كانت أسرته تتلقى المساعدة والشفقة من الكنيسة،
وقد تحدث عن طفولته في الإسكندرون قائلا: طوال 4 سنوات كنت أقوم بعض أطفال المدرسة بالخدمة في الكنيسة، نطفئ الشموع، نحمل الإيقونات، وننام أحيانا واقفين بكلمة: صليت بما فيه الكفاية. أنا مطمئن من هذه الناحية. وفي باحة المدرسة والكنيسة كان ثمة قبور يونانية قديمة، وعلى أحداها كان مجلسي في ساعات الضيق والغربة والجوع في أحيان غير قليلة. على هذا القبر تعلمت أن أحلم بالمدينة الفاضلة قبل أن أعرف اسمها، وبالحب قبل أن أبلغ السن الذي يحق فيها لمثل أن يحب. وهكذا كان لحياته القاسية أثرها في رواياته تلك، وقد قال عنها: كنت أعاني البطالة والغربة والفقر والجوع، وأحسد الكلب لأن له مأوى. لما حنا عليلا وقد عملت أمه وأخواته 3 خادمات، أما هو الصبي الوحيد الناحل فقد عمل أجيرا. في عام 1938 تمت المؤامرة بين تركيا وفرنسا كما يذكر حنا، وأعطي اللواء إلى تركيا، ودخل الجيش التركي إسكندرونة. وفي عام 39 حدثت هجرة العربي والكردي والأرمني والشركسي من لواء إسكندرونة. وذكر حنا أنه كان ابنه 16 ربيعا عندما هرب في أيلول عام 1939 من إسكندرونة إلى اللاذقية عن طريق كسب، ومن احتكاكه مع الأرمن في هذه الظروف كتب فيما بعد روايته الفم الكرزي. كان حنا قد دخل المعترك السياسي الحزبي مبكرا، منذ أن كان فتى في 12 من عمره، وناضل ضد الانتداب الفرنسي. وعند وصوله اللاذقية عمل حمالا في المرفأ، ووجد أن العمل الحزبي في اللاذقية صعب، فشرع مع أصدقائه في تأسيس نقابات في المرفأ. وهكذا استوحى من هذه الحياة بعد روايته نهاية رجل شجاع. كان حنامينا يبيع علنا في الشوارع جريدة صوت الشعب، ويروي حنا أنه كانت هناك صعوبة في توزيع الجريدة بسبب مقاومة الإقطاعيين، وأن أزلام الإقطاعيين لاحقوه وضربوه بالخنجر ليلا في إحدى الشوارع، وظنوا أنه قد مات، لكنه لم يذهب إلى المستشفى خوفا من معاودة الاغتيال. هكذا بعد أن كبر حنا ألقى بنفسه في التيار الهادر لمقاومة الاحتلال الفرنسي، وما عاناه في السجون الفرنسية وحتى السجون الوطنية على امتداد عهد الإقطاع بعد الاستقلال. كان يؤرق والدته التي تمنت لو لم ترسله إلى المدرسة التي حرصت على إدخاله إياها كي يتعلم فك الحرف. ولا يغرب عن بالنا أنه بعد أن أنهى الابتدائية في إسكندرونة اشتغل في دكان حلاقة، وفي ذلك الدكان تفتحت مواهبه، فاحترف كتابة الرسائل للجيران وكتابة العرائض للحكومة، كونه الوحيد الذي يفك الحرف في حي المستنقع. هكذا كانت بدايته الأدبية المتواضعة جدا. بعد الإبحار على المراكب غدا الرغيف خيالا، وكان عليه سدا لجوع العائلة أن يركض وراءه، فقد اضطر بعد ذي بدء للعمل حمالا كما قلنا في المرفأ، ثم حلاقا في دكان صغير على باب ثكنة في مدينة اللاذقية. في عام 1948 انتقل حنا إلى بيروت، حيث أمضى بعض الشهور قبل أن يستقر في العاصمة دمشق، حيث بدأ نجمه يصعد تدريجيا مع روايته المصابيح الزرق وعمله في الصحافة في جريدة الإنشاء التي أصبح رئيسا لتحريرها فيما بعد، كما عمل في السياسة. وكان قد تزوج من السيدة مريم التي لم تفارقه أبدا، وقد أنجبت له 5 أولاد، بينهم صبيان هما سليم، وقد توفي في 50s في ظروف النضال والحرمان والشقاء، والآخر سعد أصغر أولاده الممثل المعروف الذي مثل في روايته نهاية رجل شجاع، و3 بنات سلوى وسوسن
وأمل، لكن عمله في السياسة أدى به إلى الرحيل إلى بيروت مجددا، ثم إلى مجر هربا من المباحث السراجية. ويذكر حنا هنا أن النوم تحت الجسور في سويسرا كان متعبا، وأخيرا إقامته في الصين 5 سنوات وعودته إلى الوطن عام 1967، وأمضى بضعة شهور في اللاذقية ثم دمشق، حيث عمل في كتابة المسلسلات الإذاعية بالفصحى والعامية قبل أن يعمل في وزارة الثقافة، وذلك بعد منفى اضطراري دام 10 من الأعوام. وهكذا فقد نفعته التجارب القاسية. يقول: أنا الحديدة التي تفولزت بالنار، كما يقول في المقبل من أيامه عندما بدأ بالكتابة الفعلية في 40 من عمره، وقد أفاده العمل في البحر في كتابة الشراع والعاصفة والاختباء في الغابات أيام مطاردة الفرنسيين، وفر له مادة لكتابة روايته الياطر، أي وسادة سفينة، والتي ستخدم من أشهر رواياته رغم أنه لم يكتب الجزء الثاني منها. يقول حنامينا: لقد انقضى العمر في حلقاته المتتابعة بشيء جوهري لدي، هو تحقيق إنسانيتي من خلال تحقيق إنسانية الناس. أنفقت طفولتي في الشقاء وشبابي في السياسة، ولئن كان الشقاء قد فرض علي من قبل المجتمع فعشت حافيا عاريا جائعا محروما من مباهج البراءة الأولى، فإن السياسة نقشت صورتها على أظافري بمنقاش الألم، فتعلمت مبكرا كيف أصعد الألم الخاص إلى الألم العام، وكيف أنكر ذاتي وأنتصر على رذيلة الأنانية وكل إغراءات الراحة البليدة التي توسوس بها النفس. فكان الإنسان في داخلي إنسانا تواقا إلى ما يريد أن يكون، لا إلى ما يراد له أن يكون. وكان المحيط الاجتماعي الذي نشأت فيه بتمام الكلمة أموميا متخلفا إلى درجة لا تصدق، ولم يكن في حي المستنقع كله من يقرأ ويكتب. كان سكان هذا الحي والأحياء المجاورة من المعذبين في الأرض الباحثين دون جدوى عن الخلاص وعن العدالة الاجتماعية التي لا يعرفون اسمها بعد. إذن يعتبر حنامينا شيخ الرواية السورية وأحد أعمدة الرواية العربية في إثرائه لفيوض الخطابات السردية وتمازجاتها التاريخية والسيرية والواقعية مع الأخيولة، كما أن عشاق النقد التقييمي يعدون حنامينا أبرز اسم بعد نجيب محفوظ على خارطة الرواية العربية المعاصرة. وكانت مساهمة حنامينا كبيرة فيما يعرف بأدب البحر، وذلك لأن الأدب العربي القديم يكاد يكون خاليا من الإبداع العربي البحري. وكتب تقريبا 8 روايات عن البحر، أهمها الشراع والعاصفة التي أطلق النقاد عليها اسم قصيدة البحر أو ملحمة البحر، وترجمت إلى إيطالية ونال جائزة عليها. فمعاناة البحر في اللجة وفي الإبعاد. وقد أشار أحد الباحثين إلى أن البحر في أدبه إنما هو مكان وإنسان وإله تتعرف إليه مادة وروحا، وتصطاده رمزا وأسطورة، وتقرأه فلسفة لمعنى الحياة ذاتها. وهكذا نجد أن المرأة والبحر لديه مرادفان للمغامرة والتجربة وارتياد المجهول واكتشافه، مناقضان للرتابة الاعتيادية، وهادفان دوما إلى التجديد والتغيير، لأن المحور الأساسي في أعماله كان النضال لأجل العدالة الاجتماعية التي نذر نفسه لها، والتي بدونها ستبقى البشرية معذبة ثاقبة عارية حافية مجروحة الروح مدمات القلب والمشاعر، كما يذكر في حوار له. وقد ترجمت روايات حنامينا إلى 17 لغة أجنبية
منها المصابيح الزرق ترجمت إلى الروسية والصينية، الشلال العاصفة ترجمت إلى الروسية والإيطالية، الثلج يأتي من النافذة درست في جامعة سوربون بفرنسا لطلاب القسم العربي، والشمس في يوم غائم ترجمتها منظمة اليونسكو إلى الفرنسية، وترجمت إلى الإنجليزية في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، كما ترجمت الياطر إلى الفرنسية والإسبانية والرومانية. بقايا صور ترجمت إلى الصينية والإنجليزية في واشنطن والفارسية والألمانية. أما رواية المستنقع ترجمت إلى الفارسية، وحكاية بحار إلى الروسية. هكذا فإن أدب حنا مينا قد انتشر عالميا، وساعد هذا على انتشار تجربته في أوروبا والصين بالإضافة إلى الوطن العربي، فقد عبر عن علاقة الأنا بالآخر في صراعهم اليومي المرير مع الموت المتمثل في البحر الهائج والعواصف الغادرة، يقابلونها بأشرعتهم الممزقة وقواربهم العتيقة وعزمهم المستمد من صخور الشطآن، إن فيها لروحا أسطوريا حنونا، ولكنه غائظ الجزور بالأرض البحر ملك. تلك هي صيحة الاحترام العميقة التي يطلقها كل بحار. والطروسي بطل قصة الشراع والعاصفة يؤمن بسلطنة البحر كما يؤمن بسلطنة المرأة، ولكنه في عنفوان شعوره برجولته يعرف كيف يكون ترويض النمور، إن البحر صديقه اللدود ليجتذبه بعيونه الرمادية الباردة، ليبحر نحو جزر مهجورة يغتط أو يفتض عذريتها بفتوة الفارس. لقد اكتشف معنى حياته، ولذلك أحس بثقل وقع أقدامه على الأرض. الشراع والعاصفة قصة مدينة سورية ساحلية أثناء الحرب العالمية الثانية. لقد صور حنامينا وببراعة مدهشة أثر هذا الحرب وما تركته من عواصف في بلاد يحتلها الفرنسيون، وأبرز التناقضات التي كانت تفترس مجتمعا غير متجانس، ولكنها أولا قصة رجال البحر، قصة الانتصار على عوامل الطبيعة القاسية، قصة الإرادة البشرية والمغامرة. إن حنامينا من رواد البحر في الأدب العربي، وفي روايته كل لفتوة الريادة وكل تعجلها أيضا، وحسبه هذا العطاء الرائع. حاز مينا وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2002، إضافة إلى جوائز عدة على عطائه الروائي، منها جائزة الكاتب العربي من اتحاد كتاب المصريين، وجائزة المجلس الثقافي لجنوب إيطاليا عن رواية الشراع والعاصفة، فيما قدمت الشاشتان الذهبية والفضية أعمالا سينمائية وتلفزيونية مقتبسة من رواياته الياطر ونهاية رجل شجاع. له مؤلفات تجاوزت 40 كتابا من رواية للقصة، وغادرنا عن عمر يناهز 94 عاما في 21 آب 2018. أعزائي المشاهدين، هنا وصلت إلى نهاية الحلقة، أترككم بأمان الله، وإلى حلقة أخرى وقنديل آخر من قناديلنا الثقافية على قناة روج آبا. إلى اللقاء.